تفاجأت في رئاسة المجلس الإقليمي لشبشاون كما تفاجأ المختلف الرأي العام المحلي والوطني بهجمة شرسة إثر إصدار جماعة شبشاون لبيان تتهجم فيه على المؤسسات الدستورية بعد تنظيم أحد الملتقيات الفنية والذي نظم من قبل جمعية وطنية بمشاركة فنانات من الصعيد الوطني يعني من مختلف مجموعة المدن المغربية اللي شاركوا في هذا الملتقى واللي كان افتتاحي الرسمي وشارك فيه السيد رئيس المجلس الجماعي ديال شبشاون وتسلم هدية من الفنانات اللي شاركوا في هذا الملتقى وكان يعني جد مسرور وعبر عن فرحته وإشادته بالأعمال اللي زرناها واللي شفناها في المعرض ديال اللوحات الفنية اللي داروا هاد الفنانات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كنستغربوا أيما استغراب أن الجماعة شفشاون مع كامل احتراماتي أنها خلات ما هو أهم ومشات تتهجم على مؤسسة المجلس الدستوري وعلى مؤسسات أخرى بداعي تشويه معالم المدينة وما إلى ذلك، فالأذواق لا تناقش، والملتقى الذي دعمه المجلس الإقليمي دعمه في إطار القوانين أو الاختصاصات التي يخولها لنا القانون رقم 112-14 متعلق بمجالس العمالة والأقاليم. كان على الجماعة الترابية ديال شبشاون أنها تفكر في كيفية ترسيخ أواصر التعاضد والتآزر والشراكة ما بين المجلس الإقليمي والجماعة، والمجلس الإقليمي ساهم بمشاريع يعني مهمة، فمساهمتنا في برنامج تأهيل ديال المدينة ب 4 مليون درهم، مساهمتنا في تهيئ الملعب البلدي ب 600 ألف درهم، كذلك توفير فضاء الاستقبال، واحد مجموعة المشاريع، وكاين إمكانية كذلك للمساهمة للرقي بهذه المدينة اللي هي عاصمة الإقليم ديالنا. نحن مارسنا اختصاصنا يعني بوضوح وبشفافية وبتنسيق تام مع الإدارات ديال الدولة، فنرفض بتاتا أن يزج بالمدينة بتوصيفات اللي ما يقبلها حتى شي مغربي من جميع الأطياف من جميع الفئات العمرية، أن مدينة ما نعرف عندها شي طبيعة خاصة، فهي جزء من إقليم شبشاون وفق التقسيم الإداري والترابي للمملكة المغربية، والتي تستمد هويتها هذه المدينة تستمد هويتها المغربية الأصيلة من وتستمد ثقافتها من الثقافة الأمازيغية والعربية والأندلسية، فشبشاون هي حاضنة الجميع وحاضرة عالمية، فلا يمكن بتاتا الركوب على مثل هذه الأحداث التي أراها هامشية، فما على المجلس البلدي أن ينكب على الإشكالات التي تخبط فيها المدينة على إخراج برنامج تأهيل ديال المدينة إلى حيز الوجود والكف عن هذه الممارسات السياسوية الضيقة. من الجمالية ديالها وكنتمنى يزيدوا السياح وشكرا. زيوني انتي عارف عاود تكتفتوا على المدينة عاود تهليتوا فيها شي حاجة جديدة كداخلوا المدينة الألوان وخمس شاون معروفة بيض وزرق عاود شي شام زيون فهمت، برافو عليكم.